لازم نسأل نفسنا، مصر عملت الحوار الوطني من 3 سنين فقط ليه؟ احنا كنا بنمر بمرحلة صعبة جدا في عمر هذه الدولة، كنا بنواجه إرهاب، كان المؤسسات عندنا بعافية شوية، كانت محتاجة تقوية، الاقتصاد كان صعب، وإحنا كنا محتاجين بنية أساسية قوية نقدر ننطلق منها. ما كانش ممكن ده يحصل والناس قاعدة بتتكلم في السياسة والناس مختلفين مع بعض. عندما عاد لنا الاستقرار السياسي، عندما قضينا على الإرهاب، عندما استطعنا بناء المؤسسات، عندما بنينا البنية التحتية المتميزة بتاعتنا والأنشطة الاقتصادية، بالمناسبة وضعنا كان هيبقى أصعب بكتير لو كان الاقتصاد ما بقاش قوي، لأن الأزمات العالمية عصفت بدول كتير. انت قايم على رجلك دلوقتي وقادر تقاوم علشان عندك إجراءات اقتصادية حقيقية انت خدتها في الوقت اللي كان العالم ما بياخدهاش فيه. طيب، التواصل السياسي في هذه المرحلة بيأتي استكمال لجهود المراحل السابقة اللي زي الحوار الوطني وكل الأنشطة السياسية المماثلة. زي ما قلت لحضرتك، التواصل السياسي هو فتح قناة مستدامة ما بين الحكومة وأجهزة الحكم والقاعدة الشعبية والقواعد الوسيطة، القواعد الوسيطة اللي هم ما بين الشعب المواطنين العاديين وأجهزة الحكم. رسالة سياسية واضحة لمزيد من الانفتاح، لمزيد من التواصل مع الناس، بيشجع على تطوير الرسالة دي تجربة الحوار الوطني الناجحة. احنا مكلفين بتطوير الحياة السياسية، مكلفين بضم عدد اكبر من الشباب للممارسة السياسية، يعني نعيد الزخم والتفاعل لمؤسسات الدولة اللي كانت ممكن في ظروف سابقة او في المرحلة الانتقالية حالت دون انها تعمل بالشكل المأمول. كل دي بتدخل ضمن حقيبة التواصل السياسي. مساء الخير، برحب بحضراتكم جميعا. ندى سرور، مراسلة اكسترا نيوز. في البداية، في ضوء الحوار الوطني، يعني رفع توصيات الحبس الاحتياطي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايضا جلسات متخصصة للحبس الاحتياطي، شهدت كافة حضور من كافة التيارات السياسية وذو الخبرة. من اول يوم احنا حددنا بعض القضايا لاولويات العمل الوطني، من ضمنها قضايا سياسية، من ضمن القضايا السياسية قضايا حريات عامة وحقوق إنسان. أنت في الحوار الوطني بتستمع لما يقوله الآخرون، وبدأنا نستمع من الجماعات الحقوقية أن في مشكلة في الحبس الاحتياطي، فأدرجناها على جدول الأعمال، جبنا الناس المتخصصين، إيه مشكلة الحبس الاحتياطي؟ قدرنا أن احنا نحدد محاور لمسألة الحبس الاحتياطي. المحور الأولاني، إيه هي المدة القصوى للحبس الاحتياطي؟ المحور الثاني، ايه هي بدائل الحبس الاحتياطي؟ هل انت لما تتهم بارتكاب جريمة، اول قرار وكيل النيابة او رئيس النيابة او قاضي التحقيق بيقول حبس احتياطي، ولا في بدائل تتناسب مع الجريمة اللي انت متهم بيها؟ طب ماذا يحدث لو ان الحبس الاحتياطي ده كان قرار المحكمة اثبتت ان هو خطأ والراجل المتهم ده خد براءة؟ طب الراجل ده هل هيتم تعويضه؟ طب التعويض ده تعويض ادبي، تعويض مادي؟ طب الراجل ده لو فاته امتحان هيعمل ايه؟ طب الراجل ده لو اترفد من وظيفته هيعمل ايه؟ طيب مدة الحبس الاحتياطي دي لو في جريمة ورا جريمة، المدة دي هتطول، طب هنتصرف معاها ازاي؟ طيب في حاجة اسمها المنع من السفر، دي كلها حاجات بيقتضيها التحقيق. طب في حاجات اسمها التصرف من الاموال، المنع من المؤقت من التصرف في الاموال. كل القضايا دي نوقشت من خلال الخبراء والمتخصصين، من خلال كل التيارات السياسية، قعدوا مع بعض في جلسة مغلقة ممتدة خدت أكتر من جلسة، وتناقشوا في القضايا دي وخلصوا لعدد من التوصيات. التوصيات زي ما حضراتكم عارفين إن الحوار الوطني لا يعتمد على تصويت، إنه هو بيعتمد على التوافق. يعني إيه التوافق؟ إن إحنا متفقين على هذا الحد الأدنى، يعني ما عندناش أغلبية وما عندناش أقلية. طيب ماذا لو اختلفنا؟ بنرفع للسيد رئيس الجمهورية التوصيات المتوافق عليها، وبنرفع ليه أيضا التوصيات اللي احنا اختلفنا عليها، وإيه الآراء التي ثارت في شأنها. طب
ايه العملية دي بتفيد بايه؟ بتفيد انها بتكشف اوجه الحقيقة من زواياها المختلفة للجميع. احنا شرفنا بان احنا انتهينا من مناقشة قضية الحبس الاحتياطي، ورفعنا عدد من التوصيات، رفعنا 20 توصية للسيد الرئيس للنظر فيها. زي ما انتم عارفين ان صاحب يعني السلطة والاختصاص في توجيه مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية هو السيد رئيس الجمهورية. الجهد اللي عمله الحوار الوطني ده بيتكامل مع مجهود عدد من مؤسسات الدولة مستشعرة نفس المشكلة، ومن ضمنها طبعا مجلس النواب اللي هو بيناقش هذه القضية من ضمن قضايا أكبر في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد. سيادة المستشار محمود فوزي، أهلا بحضرتك في مدينة العالمين، وأستاذ عمرو رفاعي أهلا بحضرتك وبكل الحضور. بالنسبة للحديث عن الحوار الوطني، من وجهة نظر حضرتك هل كانت العناصر الشبابية الموجودة لها تأثير في مجريات الحوار الوطني؟ وإزاي يمكن الوصول من وجهة نظر حضرتك للعناصر الشبابية اللي ما قدرتش إن هي تحضر للحوار الوطني بسبب الإقبال الكبير من كافة الجميع؟ طيب، لن أكون مبالغا إذا قلت إن لولا الشباب لو ما كانش نجح الحوار الوطني على أكثر من مستوى. على مستوى التنظيم أنا بقول لحضرتك الأمانة الفنية كلهم زملائي، أنا كنت يعني أنا رئيس الأمانة الفنية، 70 شاب وشابة هم اللي قاموا بتنظيم الحوار الوطني. وتنظيم الحوار الوطني لم يكن سهلا، بل كان معقدا وفي إجراءات كتير. لولا جهدهم ولولا مثابرتهم ويعني خبرتهم اللي بقت متراكمة ما كناش قدرنا نطلع بهذا الشكل الممتاز في جلسات الحوار الوطني. رقم 2، المجتمع المصري مجتمع شاب والشباب فيه أغلبية. معظم الحضور في جلسات الحوار الوطني كنا حريصين على ان الشباب يبقى موجود، وبأمانة الشباب كان بيقدر يطلع افكار طيبة جدا، وكان حتى لو كان ممكن البعض ينظر لها انها افكار جريئة شوية، لكن انت تقدر من خلال شيء من التفكير تقدر تاخد جوهر الفكرة الجريئة دي وتستطيع انك تستفيد منها. الشباب محتاج ان هو يحتك، الشباب محتاج ان هو يستمع اليه، ومحتاج ان هو يبقى عارف ان هو جزء من بناء البلد، وده اللي حصل في الحوار الوطني.